بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ متابعين حياتنا بكل بساطة مع أمان، واللي أول مرة يشوف القناة ما ينساش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد لو عجبته فكرتي النهاردة. النهاردة أنا جايبة فيديو، بس مش جايبها عملي، أنا جايبها مجرد فكرة لأني كنت عاملاها قبل كده. فالفكرة حبيت أشاركها معاكم، هي استغلال الطرح القديمة او الطرح اللي احنا مبقناش نستخدمها. دي كانت طرحة ستان اهي، وقعدنا تدويرها، عملناها مفرش اهي بالشكل ده اهي. عملت كل اللي عملته ان انا ظبطتها على الشكل اللي انا عايزاه، مربع، مثلث، مستطيل، زي ما انت عايزة او زي ما المكان اللي انت حابة تحطي فيه المفرش. وعملت لها داير دانتيل بالشكل ده اهو. تركيبه سهل قوي، سواء يدوي او على المكنة تركيبه سهل خالص. فالطرحة كانت كبيرة شوية، تنيتها من الناحية دي وتنيتها من الناحية التانية عشان تديني مربع، ما حبيتش اقصها، تنيتها بس تنيتين كده وتنيتين من الناحية دي لحد ما ادت معايا الشكل اللي انا عايزاه، المربع الجميل اللي انا عايزاه اهو. ده شكلها النهائي. دي كانت فكرة سهلة وبسيطة، هوريها لكم دلوقتي وهي على الترابيزة. انا عندي يعني كراسي بلاستيك كده بحط عليها مثلا كوبايه شاي حاجه، فعايزه لها مفرش، فعملت لها دون حاجه كده سهله وسريعه، عملته لها يدي شكل يعني وكده. هنشوف دلوقتي اهو، ده شكل الطرحه بتاعتي اهو على الكرسي. هي ما بقتش طرحه خلاص، بقى ده شكل المفرش بتاعي بقى خلاص، ما بقاش طرحه اهو. مش باين خالص انه كان طرحه ستان وقعدنا تدويرها، مش باين خالص. يعني فكرة سهلة وبسيطة وجددت من شكل المكان، ممكن انتي تزوقيها من النص لو حابة. دي كانت فكرتي لكم النهاردة. لو فكرتي بقى عجبتكم النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. في جزء تاني لإعادة تدوير الطرح بإذن الله، بس المرة دي مش هيبقى ستان، المرة الجاية، المرة دي قصدي ستان، المرة الجاية هتبقى مش ستان، هتبقى خامة تانية. أشوفكم على خير الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة حبايبي، مع السلامة، باي باي، مع السلامة.